يا شيخ الشكم متابعة المسلسلات البدوية. طيب ريم سألت عن حكم متابعة المسلسلات البدوية. ويعني كونها بدوية ولا حضرية ولا عربية ولا عجمية هو ليس مؤثرا، المؤثر هو المضمون. فإذا كان المضمون يتضمن معاني فاسدة فكيفما كان بأي لهجة كانت وبأي صفة كانت ممنوعة. وأما إذا كانت المعاني صحيحة وبعيدة وهذا أندر من النادر فيما يشاهد، نعم، فإنه ينبغي تجنبه.